دلوقتي تعالوا مع بعض نتابع أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة في سياق هذا التقرير. أخبار كتير هتحصل النهاردة، من بينها إن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة هيجتمع بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية بجميع رؤساء شركات توزيع الكهرباء التسعة على مستوى الجمهورية لمناقشة ومتابعة تنفيذ خطة الوزارة لخفض نسبة الفقد ومواجهة سرقات التيار الكهربائي. النهاردة وفقاً لما أعلنت عنه وزارة الخارجية التركية، فإن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان هيشارك في اجتماع مجلس وزراء الخارجية بجامعة الدول العربية لأول مرة بعد غياب لتركيا عن الجامعة دام 13 سنة. ومن المقرر وفقاً لبيان من الخارجية أن يلقي هاكان فيدان كلمة في الجلسة الافتتاحية للاجتماع يتطرق فيها للقضايا الإقليمية لسيما غزة، إضافة للعلاقات بين تركيا والجامعة العربية. لعشاء الكرة المصرية موعدهم النهاردة مع مباراة قوية في إطار الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الإفريقية. المباراة هتجمع بين منتخب مصر ومنتخب بوتسوانا، والمقرر إقامتها على ملعب فرانسيس تاون بوتسوانا.